السلام عليكم. اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن الزبيب. الزبيب وسوف نتحدث عن فوائده وطرق استعماله، حيث يغلى 10 حبات من ماء في الماء من 10 حبات من الزبيب في الماء، كما وتغلى كذلك مع الشاي، ويصفى ويشرب في أي وقت وأي زمان. كوباية منه أو كأس منه كل يوم، فهو مفيد خاصة للمدخنين والذين يعانون من البلغم، وكذلك مفيد للمعدة. بعض فوائد الزبيب وفوائده الطبية، فهو يعتبر الزبيب مخفض لضغط الدم المرتفع، ومخفض للكوليسترول في الدم، وواقي من أمراض سرطان القلب، ملطف للسعال، ويشرب مغلى الزبيب في الماء، ويعتبر وطارد للبلغم، ومقاوم للميكروبات والفيروسات، كما أنه مضاد للأكسدة، ومانع لتكون طبقة البلاك على الأسنان، وهو مخلص للجسم من السموم، ومقلل من الدم في الدورة الشهرية، وكذلك مقوي للطحال والكبد والمعدة، ومقوي كذلك للذاكرة، وواقي من سرطان القولون، وواقي للعيون في من الأمراض، وواقي من هشاشة العظام، ومضاد للالتهابات، وكذلك فهو مفيد جدا كملين ومنقي للدم ومصفي ومنقي للصوت. الأمراض التي يعالجها الزبيب، فهو يعالج الإمساك، ويعالج البواسير، يعالج تسوس الأسنان، يعالج التهاب اللثة، الروماتيزم والتهاب المفاصل، ويعالج أمراض الكبد والمرارة، ويعالج سوء التغذية ونقص الوزن، كما أنه يعالج التهاب الحلق وأمراض الرئة والصدر، كما أنه يعالج أمراض الكلي والمثانة والحصى المثانية، ويساعد في تقطير وعلاج لتقطير البول والملاريا، ويعالج الملاريا، ويعالج داء النقرس، ويعالج الشقيقة. إذا كانت هذه بعض فوائد الزبيب. إذا أعجبكم الفيديو ضغطوا زر الإعجاب واشتركوا في القناة، ونلتقي في فيديو آخر. مع السلامة.